عفوا نائب الرئيس الفيدرالية فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر الفيدرالية الوطنية للاستثمار الفلاحي والسياحي أن تنظم هذا اليوم الدراسي حول القانون الجديد 19/62 المنظم للأراضي السلالية، وعي منا على ما يشكل هذا الوعاء العقاري والذي يقدر بحوالي 15 مليون هكتار، وما يمكن أن يقدمه من خدمات استثمارية مهمة لدور الضفة في محله. ونجد أن هذا العقار يضم عدة فئات من المجتمع المغربي، منهم المستثمرون على الأراضي السلالية بحسن نية اشتروا حق الزينة والسطحية من ذوي الحقوق الذين تنازلوا لهم على هذا الحق، واستفادوا من مبالغ مالية مهمة حسنوا من مستوى عيشهم، وذلك بعد أن عجزوا على تحسين أداء هذه الأراضي لدورها في التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية بالمملكة الشريفة. وفي هذه السنوات الأخيرة أعطت الدولة اهتمام لهذا الوعاء العقاري المهم، وعلى رأسها ملكنا الهمام المنصور بالله مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلال والمهابة محمد السادس نصره الله وأيده، حيث أعطى حفظه الله تعليماته السامية لتسوية هذه الأراضي السلالية. ومن بين هذه المجالات نذكر إعادة هيكلة الصناعة والابتكار والقطاعات الواعدة والمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحتية والفلاحة والسياحة. ونود التأكيد هنا على الأهمية التي يجب أن تعطى للفلاحة والتنمية القروية ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي. في الظروف الحالية يتعين دعم صمود هذا القطاع الوازن وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية، وهو ما سيساهم في تحفيز الاستثمار والتشغيل وتثمين الإنتاج الفلاحي الوطني وتسهيل الاندماج المهني بالعالم القروي وفقا للاستراتيجية الفلاحية الجديدة. وتشكل عملية تعبئة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية الجماعية لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق رافعة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية. ويقدر حجم الاستثمارات المنتظرة في إطار هذا المشروع بما يقرب 38 مليار درهم على المدى المتوسط، وهو ما سيمكن من خرق قيمة مضافة لتمثل حوالي 2 إضافيتين سنويا من الناتج الداخلي الخام، وإحداث عدد هام من مناصب الشغل خلال السنوات القادمة. لذا يجب تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية مع العمل على تحفيز الشباب في العالم القروي عن طريق خلق المقاولات ودعم التكوين، لا سيما في المهن والخدمات المرتبطة بالفلاحة. وفعلا بدأت مديرية الشؤون القروية بتنفيذ هذه التعليمات الملكية السامية، إلا أنها اختارت مقاربة أخرى مناقضة للتوجيهات الملكية السامية. خص يكون عندنا الاقتناع كامل أننا أصحاب حق، ما سولناش على أراضي الغير، أصحاب حق أننا وفرنا استثمارات كبيرة، وهذه الاستثمارات تتراوح ما بين المبالغ البسيطة ديال 10-20 مليون ومليارات الاستثمارات الكبيرة. ولكن من النهار الأول فاش خصنا الفيدرالية درنا قبلت عينينا على أنه يجب أن نقوم بالنضال كذلك، لأنه القانون بوحده لا يسعف الدليل. يجب أن نناقشه فيما يتعلق بالنقاش القانوني المتعلق بوضعية الأراضي السلالية. للأسف رغم الوعود فإننا فوجئنا بصدور القانون الجديد ديال تنظيم الأراضي السلالية، ولكن رغم ذلك مكبينا على دراسة القانون ودرنا لقاءات في إطار التعريف الفرق ما بين القانون القديم والجديد، ولكن هناك الفصل 20 اللي أعطانا واحد بصيص الأمان اللي نص على إمكانية تفويت للخواص، وهذا من ربما سيكون حلا ناجعا في المستقبل إلى بغت وزارة الداخلية ومن معها أنها تحل المشكلة ديال الأراضي السلالية. أنا واحد السيد مستمر في عيش خط، عيش خط كلها الناس تعرفنا، بنيا الفلاح هاو تخدم معايا 50 الناس، والشجر اللي عندي أكثر من 3 مليون ديال لي بلون،
حتى من 5 مليار للاستثمار يمشيو يشوفوها بعينيهم. راه تيقول خصك تمشي بحالاتك. ما انا ما عرفتش راسي كيفاش غندير. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك عم عزيز. انا عامل بالخارج افينيون. شرينا ارض هي اللي خدمنا 60 عام 65 عام عندي 65 عام وانا خدام دابا عندي قطعه ديال الارض يخرجوني منها. فين غادي نمشيو؟ شي كيجي علينا مليح هما تيقول لك لي ميغري اونتر يجيبو لي زي ميغري بو اونتر يجيبو. فين غادي نمشيو؟ فين غادي نمشيو عباد الله؟ فين؟ بلدي بلدي ولو جرت عليا فين غنمشيو؟ فين؟ راهم تيحسرونا تما فين غنمشيو؟ ولادي فين غنرميهم؟ ليزيني اللي قدر يجيبو هادو كيجريو عليا بلادنا فين غنمشيو؟ ما عندوش الحق يجريو علينا ما ان شاء الله ما يكونش هذا هو المشكل. السلام عليكم، معكم الساط عبد العزيز مغربي بالجزائرية. ولكن حنا دابا كنسمعوا هذا الكلام، انا كيجيني هذا الشيء شي شويه مغلوط، لان هذا الشيء ماشي واحد ماشي جوج ماشي 500، هذا راه الالوف ديال الناس واللي شراو هذه الاراضي. كاين شي حاجه ماشي هذيك، اما الكلام اللي واصل مغلوط، ولا هاد الناس بغاو فينا الخدمه. الا بغاو فينا الخدمه يجي يقول لك اودي عطيونا هذا الشيء نسنيو لهم عليه بلا ما يحفظوه على ظهرنا، يحفظوه ونكتبوا لهم. وهذه مساهمة في البلاد، إلا كان البلاد ديالنا خاصها هذه المساهمة، وما كاين حتى شي مشكل، هذا قضاء الله نزل علينا. ولكن شي حاجة ماشي هذيك، باش واحد عنده 5000 هكتار وكينزل بالطيارة ويطلع، إلا بغاو يزيدوا هذا الشيء نزيدوه له، وإلا كان هذا الشيء يبغي مغلوط خصو يحقوا منه. هاد الناس ما يمكنش، هاد الناس راه نساهموا. فلهذا الا غادي يحيدوكم من هذه الارض، انا كنقول وعندي المقترح، انا اللي بغى يتضامن معايا ونضامن معاه غادي نصاوبو 100 قيطون، غادي نصبو دوك القياطون تما نقول له هزها شي البحر كله صافي. انا الاول غادي نصب القيطون ديالي ما غاديش خدام غادي فيه. هذا هو الفكاك. ولا بقينا غير في القانون حنا غادي نوليو الاعتصامات وغادي المشاكل اللي غتولي لا يحمد عقباها، لان الانسان كيموت على جوج الحوايج، على بلاده وعلى ولاده. ولهذا الارض ديالنا هي المغرب، ماتوا الجدود ديالنا على الارض ديالنا على المغرب، المغرب وضحاوا في المسيره الخضراء اللي الشخص راه فراه اللي كان فيها حاضر حتى هو، لان مشى فيها السيد. Vous venez d'où? De la province de Taza. C'est à combien de kilomètres d'ici? D'ici à peu près dans les 700 kilomètres. 700 à 800. Il y a combien de personnes qui sont venues de cette province? 10 000 personnes. 10 000? 10 000 personnes. Et maintenant, vous allez partir où? On va y aller, Inch'Allah, au Sahara. Au Sahara? Au Sahara. Jusqu'à Terfaya? On dépasse, Inch'Allah, le Terfaya. Vous allez passer la frontière aussi? Après le discours de Sa Majesté, On va, Inch'Allah, à la capitale, l'Aïoun. حتى هو هذا السيد من الناس اللي كيقول لك خصو يفرغوا البلاد. وكيفاش هذا السيد نهار اللي كان غادي عند الاسباني ما عرفاش غادي يضربوه غادي غير بيديه القران؟ يعني ضحى على بلاده، يعني كان غيموت على بلاده. ولهذا الانسان كيموت على بلاده ولا على ولاده. فلهذا حنا كنطلبوا من المسؤولين، هذا السي الحنكاري الله يجازيه بخير، الا بغى يصلح شي حاجه خصو يصلحها ويتناقش مع هاد الناس. اللي عنده شي حق يعطيه له، اللي ما عندوش يقول له ما عندكش، ولكن بالقانون. ماشي الانسان ناصب عليه جايب فلوس من بلاد اخرى اللي عرق فيها وشرى بها وليغاليزاسيون دازت عندكم، اش هاد الفضيحه هادي؟ وفتالي دابا من اين لك هذا؟ منين دخلتي؟ واش هو نحله طاح من السماء؟ شي راه ماشي معقول هذا الكلام، هذا ماشي معقول. ولا بد هنا ان نفتح قوس بالنسبة للمستثمرين القدامى الذين كانوا يستثمرون في الأراضي الجماعية والذين حصلوا على جميع الوثائق الضرورية للاستثمار واستثمروا أموالا طائلة. لا بد أن نراعي كذلك حالة هؤلاء المستثمرين لأن استثمروا الفلوس ديالهم، فلا بد أن نراعي كذلك هذه الفئة من المستثمرين لنحصلوا على شواهد الإدارية، يحصلوا على رخص، فلا بد من مراعتهم عند تنزيل جميع المراسم.